السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف ما وعدتكم من خلال اللايف نتاع يوم الجمعة، في هذا الفيديو غادي نتحدثوا على واحد الإجراء جديد دخلته إدارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة، وهو هذا الإجراء يحدد الأشخاص الذين يسمح لهم بسياقة السيارات المرقمة بالخارج. ما معناه؟ وأن أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج عند عودتهم إلى أرض الوطن معظمهم يرجعوا بالطنوبيلات ديالهم. إذا هذا التدبير اللي جاء في إطار حملة مرحبا، واللي جاء استجابة لمجموعة من النداءات ومجموعة من الاحتجاجات من طرف الجالية المغربية، جاء يعني باش يصلح واحد القانون كان جائر وكان اللي ما كيسمحش لحتى شي واحد باش يسوق السيارة المرقمة بالخارج إلا السيد أو السيدة اللي دخلها عبر الجمارك، يعني فاش دخلوا قطع بها وعملوا له الجمارك الاسم دياله بدون إعطاء يعني الحق للأبناء للزوجة، أو الله يستر يكون داك السيد أو ديك السيدة يعني ديجا تعاني تعب ومشقة السفر وعدم النوم أو قلة النوم، تتلزم عليه القانون المغربي باش ما يعطيش للسيارة ديالو للزوجة أو الأبناء ديالو واخا يكون عندهم رخصة السياقة باش يرتاحوه أو باش يعاونوه. إذن استجبت إدارة الجمارك وقامت بإخراج تدبير جديد غادي نشوفوه مع بعضياتنا، نشوفو شنو تيقول، واش فعلا حسن الوضعية نتاع الجالية المغربية يعني في هذا الإطار هذا، أو أن الحال لا زال كما كان وفقط يعني تدبير يعني ما خففش الوضعية اللي كانت تعيشها الناس اللي جايين من الخارج. ماذا يقول هذا الإجراء؟ إذن تنص دوريات إدارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة على ما يلي، غادي نقرأ فقط الجانب اللي كيتعلق بنا هنا. هذا وتجد الإشارة إلى أن ذات الدورية التي تحمل رقم 311/58/16 والصادر بتاريخ 6 يونيو 2018 تشير إلى أن السيارات المسجلة بالخارج والتي تدخل للتراب المغربي في إطار تصريح الجمركي الخاص بالقبول المؤقت للمركبات المرقمة بالخارج بالإمكان قيادتها من طرف الزوج أو الزوجة أو المنحدرين الأبناء والأحفاد، شريطة أن يكونوا مقيمين بالخارج. ما كاين مشكل إذا كان الزوج مقيم بالخارج وده الطنوبيل المغرب وعنده مرتو مثلا مقيمة بالمغرب وعندها رخصة السياقة، ما عندهاش الحق تسوق الطنوبيل ديال راجلها، ما كاين مشكل، مع ضرورة توفر على وكالة مصادق عليها من طرف المصالح القنصلية ببلد الإقامة. فبالإضافة أنهم يكونوا ساكنين في الخارج كاملين، يعني الزوج والزوجة والأحفاد والأبناء باش يمكن لهم يسوقوا، خاصهم سيدي قبل ما ينطلقوا ويمشيوا للمغرب يمشيوا يقلبوا على أول قنصلية، ربما تكون بعيدة ب 300 كيلومتر، ربما تكون في بلد آخر كبحال الناس نتاع اليونان ومالطا اللي كيجيو حتى لروما، ياخذوا أيام ديال العطلة، يشدوا النوبة، ياخذوا سميتو التنابر، يعني تعب ومشقة باش يعمل الوكالة ويجيبهم يديروا هاد الوكالة، ما كاين حتى شي مشكل. نقطة ثانية وفي نفس الإطار، فإنه يتوجب على الشخص المقيم في المغرب في حال قيادته لسيارة مرقمة بالخارج أن يدلي بوكالة مصادق عليها إلى جانب حضور صاحب السيارة ضمن الركاب وجوبا. إذن في حالة ما إذا يمكن لك تعطي الطنوبيل ديالك يسوقها واحد ساكن في المغرب، ولكن خاصك تمشي قبل، خاصك تمشي للدائرة وتعمل له الوكالة وتكون انت جالس حداه كتشوف فيه،
فإذا الله يستر جاتك نوبة قلبية ومعك خوك ولا نسيبك، قول له قبل ما توصلني للطبيب ديني بعدل عند الوكالة، نشوف المقدم ويعمل لي يعمل لي وكالة وعد ديني للطبيب. وإلا فإن الدائرة التي تنتظرك هي 2000 درهم، يعني 200 أورو. هاد الدور يا سيدي جات تلبية لمجموعة من الاحتجاجات ديال مغاربة الخارج، يعني استجابة لمطالبهم. أنا ما بغيتش نفهم المنطق نتاع المشرع المغربي اللي كيطيحوا عليه هاد الأفكار، واللي كيعقد أكثر حياة نتاع المهاجرين المغاربة أكثر ما هي معقدة. لذلك جاو وباش يبغيو زعما كاين يسهلوها. إذن كيف ما شفنا معا أصدقائي، كانت هذه هي رسالة اللي أو المرسوم اللي صفت إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة للقنصليات والسفارات، واللي هي بدورها كتصيفطو لرؤساء الجمعيات والمساجد باش كتخبر الجالية المغربية المقيمة بالخارج بهذا التدبير الجديد، واللي قلنا أنه دخل حيز التطبيق في إطار عملية مرحبا لسنة 2018، وبالضبط يوم 6/6/2018. المرسوم هو رقم المرسوم 558/16/311. نقطة أخرى ينص عليها هذا الإجراء الجديد، وهي السيارات المرقمة بالخارج مدة بقائها بالمغرب أو المستوردة مؤقتا، مدة بقائها بالمغرب لا يجب أن يتعدى 180 يوما، يعني 6 شهور، ومن تعدى هذه المدة هو مهدد بدائرة تبلغ إلى 10,000 درهم، يعني 1000 أورو. لهذا فحتى لو كان المواطن المقيم بالخارج، يعني في حالة مرض بالمستشفى أو محكوم عليه في قضية معينة، فما عليه إلا أن يوكل أحداً، وهنا يمكن له يوكل وخا شخص مقيم بالمغرب، على أن يرافق هذا التوكيل شهادة تثبت المرض أو سجن أو الحالة الاستثنائية التي يمر بها المهاجر المغربي ببلاده. وإلا كما قلت فالدائرة تصل إلى 1000 أورو، 10,000 درهم. تبقى واحد التساؤل بسيط، واش هاد الدعائر اللي كتفرضها إدارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة على مغاربة الخارج، واللي كتوصل حتى المليون ديال السنتيم، يعني 1000 أورو، كنتسأل واش كاينة شي دعيرة شي خطية في قانون السير المغربي تصل إلى 10,000 درهم، يعني مليون ديال سنتيم، أو أن مثل هذه الدعائر الثقيلة هي خاصة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتهي يمكن ندخلوها في عملية مرحبة. كنحييكم، كنسلم عليكم، نلتقي قريبا إن شاء الله في فيديو لاحق. مع السلامة. أعجبك الفيديو؟ ساندنا بالإعجاب والاشتراك بالقناة والضغط على الجرس ليصلك كل جديد.